إذا معنا مباشرة من مشعر منى الزميلة مشاعل السعد مراسلة ام بي سي لتطلعنا على كافة الأوضاع في الأرض هناك. مساء الخير مشاعل، في ثاني أيام التشريق كيف هي الصورة من حولك وأيضا في ظل خروج أعداد كبيرة من الحجاج من منى في هذه الأوقات؟ نعم، تم تنظيم خروج الكثير من الحجاج باتجاه الحرمين. مشعر منى يعني شبه فاضي نقدر نقول، بما أنه 90% من الحجاج هم من المتعجلين والبقية القليلة تكمل حجها غدا. إلى الأرقام التي صرح عنها أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، تم نقل 2,489,000 حاج من عرفات إلى مزدلفة في 6 ساعات، وهذه إن دلت على شيء دلت على التنظيم الموجود والتنظيم الكبير. 360,000 حاج عن طريق قطار المشاعر و100,000 عن طريق ممر المشاة المهيئ، وهناك أكثر من 20,000 باص لنقل الحجاج الباقون. لنتطرق إلى عدد الوجبات التي وزعت في موسم هذا العام، تم توزيع أكثر من 26 مليون وجبة على الحجاج، وتم ضخ 41 مليون متر مكعب من الماء إلى مكة وإلى المشاعر المقدسة. هذا فيما تم توضيح عدد الجهات المشاركة وهم أكثر من 350 ألف شخص من القوى العاملة، منهم 120 ألف من رجال الأمن، إضافة إلى 200 ألف من الجهات المختلفة، و30 ألف من العاملين في المجال الصحي، وأكثر من 35 ألف من المتطوعين. طيب، إلى الأرقام التي تم التصريح عنها أيضا. نعم تفضلي. نعم، إلى الأرقام التي تم التصريح عنها أيضا هو أن خلو أعلنت وزارة الصحة خلو هذا الموسم من أي أمراض وبائية، وتم نقل العديد من الحجاج قرابة 400 حاج من المنومين لأداء وتكملة حجهم. طيب مشاعل، إذا تحدثنا عن وجود الحجاج الآن المتعجلين أغلبهم تقريبا في المسجد الحرام، ما هي الخطط التي وضعت لتنظيم هذا التواجد الكثيف؟ نعم، الخطط التي وضعت هي وفقا لجدول معين بنقل الحجاج. هناك جداول معينة يتم تفويج الحجاج منها من منى وخروجهم إلى الحرمين، بحيث تكون منظمة ولا تكون مزدحمة. تم تنظيم الطرق المؤدية من مشعر المنى إلى الحرمين بحيث أن تكون طرق مخصصة للباصات التي تنقل الحجاج، ولا يكون هناك أي عامل من عوامل الازدحام. كنا موجودين قبل قليل في المنطقة القريبة للحرمين، هناك تنظيم كبير جدا جدا جدا، انتشار من رجال الأمن كبير للتأكد من سيابية الحركة ووصول الحجاج إلى مقرهم في بجوار الحرمين. شكرا جزيلا لك زميلتنا مشاعل السعد مراسلة NBC، نقلت لنا الصورة من مشعر منى بعد تعجل الكثير من الحجاج في ثاني أيام التشريق.